البنت تعرض عمود الفقري لإصابة كبيرة، فترة علاجة طويلة كتير، وبدها وقت منيح حتى ترجع تمشي مثل قبل. نروح على المشفى، بروي شوفها، بروي شوي. لو سمعتي خليني روح لعندها، ما بدي اياها تموت، ما بدي تموت. حبيبتي حطينا بالعناية المشددة، ما راح يسمحوا لنا نشوفها هلا، صدقيني يا روحي. أمي حبيبة قلبي، أنا أول مرة بحس إيدي يا روحي، بحس إني راح أموت. خلص يا بنتي خلص، أمي أنا راح أموت. خلص حبيبتي راح تطيب ولا راح أطيب؟ والله لا تكليم. خلص أنا عن جد كنت وقتها بأضعف حالتي، حسيت أني لحالي وحيدة، كأنه ما في حدا جنبي ليساعدني، مع أنه أمي ما تركتني ولا دقيقة، بس كانت الصدمة كبيرة. خليل؟ صباح الخير، كيفك نيشة؟ طمنيني عنك. ماشي حالي، بس هي اللي جوا ما بعرف شو بدي ساوي معها، لساتها عم تبكي لهلا. ناديلا. ليش؟ جايب لها خبر كتير حلو، رح خليها ترجع منيحة مثل ما كانت. وينها؟ إكيم؟ وينك يا بنت؟ إكيم؟ 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 بنتي هذا خليل وجايب لك خبر كتير حلو. ها؟ بدي منك البشارة. شفتي هديك المدرسة الفخمة؟ قررت انه تعطي منحة لثلاث طلاب من اولاد حارتنا. ايه؟ انا ما فهمت. ايه تعي 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 لاشرح لك. ليش لحتى هنن يعطونا منحة يعني؟ لانه بسبب هديك القصة الناس زعلت كتير على ليلى، والمدرسة حبت تعمل شي مساهمة صغيرة، ونحنا من نفس المنطقة، يعني حبوا يفيدوا جيرانهم ويعملوا شي منيح مو اكتر. لا لا اسمعني، هنن بدهم يراضون. وليش بدهم يراضونا بالله؟ مشان ليلى طبعا. يا الله، كل مره بنرجع ومنعيد بنفس السيره. خلصنا، لانه اداره المدرسه هي المسؤوله عن اللي صار مع ليلى، ومتاكده انهم خبوا السياره بشي مكان. اكيم، نحن حكينا بهالموضوع من قبل وخلصنا. ليك يا اكيم، الحكي موجه لإلي مزبوط؟ برجع بقلك، دخلت على المدرسة، فتشت بكل مكان، وحتى تسجيلات الكاميرات كلياتها شفتها وحدة وحدة، ما لقيت لا السيارة ولا حتى شوفير ولا شيء. شو مانك مصدقة؟ جيب القرآن لأحلف عليه. اسمعيني، هي أول مرة بيعطونا منحة مرتبة مثل هي،
إكيم، هاي فرصة ما بصير إنه تضيعيها. للطلاب رح يتعلموا، ليش ما بتكوني أنت وحدة منهم؟ ها؟ اسمعيني وحطي عقلك براسك، عم أحكي مشان مصلحتك أنا، اسمعي مني. بوعدك إنه رح تسجل ورح تداوم كمان حتى تاخد الشهادة العالية. اللي كيف رح يختاروا الطلاب؟ يعني رح يساووا امتحان ورح ياخدوا كم طالع؟ أمي، ما رح روح لامتحان القبول، فهمتي؟ هي المدرسة كان حلم ليلى إنها تدخل عليها، مستحيل إني أدرس بهالمدرسة لو شو ما صار يصير، فهمتوا؟ إكيم، إكيم